السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الفرق بين الروم والسبيس؟ الفرق بين الروم والسبيس ان الروم بقى فيها بس المعلومات بتاعة المساحة المحيط وهكذا، انما السبيس بتبقى خاصة بالكهروميكانيكال، فبتحط فيها معلومات الكهرباء ومعلومات التكييف وكم شخص في الغرفة ويعني كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها في الحسابات. طيب لو عايز تعمل الروم بتيجي من الاركتكتشر وتقول له روم وتبدأ تحط الروم اللي انت محتاجها، وممكن تقول له بليس روم اوتوماتيك، فهو لو شاف اي في روم ناقصه يبدا هو يحطها. لو عايز تعمل السبيس بتروح لاناليسيس وتقول له انا عايز اعمل سبيس، وتبدا تحط سبيس في المكان اللي انت عايزه. تمام، لما تيجي تبص على السبيس بتلاقي المعلومات الخاصه بالالكتريكال بالميكانيكال بالانرجي اناليسيس متوفره اكتر بكتير من الروم. طيب هو هتلاقي ان احنا عملنا البارامتر دوت. البارامتر ده لو انت عايز تعمله بتروح لقائمة مانج وتلاقي بروجكت بارامتر، تقدر تضيف كل المعلومات اللي انت محتاجها خاصة بالبيم، وليكن مثلا ديت موديفاي، وبتبدأ تتعلم عليها ان دي انت محتاجها تظهر معاك في السبيس. في بعض البارامتر او خاص بالكوبي بيبقى في كله، وفي بعض الحاجات بتبقى حاجات خاصة، يعني مثلا ايه اللينس، في حاجات مالهاش لينس، انما النيم ده مشترك في كله، فتبدا تشوف ايه الحاجات اللي هتاخدها في النيم وايه الحاجات اللي هتاخدها في اللينس. هي الاعداد دي كلها بتظبط مره واحده بس يعني، وممكن تاخدها من اي مشروع. طيب خلينا نقول له احنا عايزين نصدر، هاجي هنا وممكن تبدا تقول له سيت اب بروجكت، وتبدا تشوف السبيس اهيت. طيب العنصر مثلا بتاع الاير ترمينال، هل انت عايز روم ولا سبيس؟ الكيبل تري عايز روم ولا سبيس؟ في ناس بتقول لك روم في الرول، انا بحب الروم. في ناس بتقول لك لا السبيس، يعني السبيس بيبقى فيه كل خصائص الروم وخصائص اخرى. في ناس بيقول لك لا خلي الحاجات اللي هي تبع المعماري خليها في الروم، وحاجات خاصة بالكهروميكانيكا خليها في الام اي بي. وفي ناس بتقول لك خلي الدكت والبايب والكونديت يبقوا موجودين في السبيس وهكذا. يعني تبدأ تشوف أنهي واحدة الإعدادات اللي أنت محتاجها وهتصدر معاك بدون مشاكل خالص. بيقول لي أنت كنسل. طيب وجدول الإكسل اللي هيظهر لك هيظهر لك بالشكل دوت، هتلاقي فيه السبيس اهوت، كل سبيس فيها كل المعلومات اللي أنت عايزها، وكل كومبوننت وكل أسمبلي وكل الحاجات دي هتلاقيها ظاهرة معاك، إن الحاجات دي موجودة في أنهي سبيس في أنهي روم وهكذا.